بعد 8 سنوات من ذلك اليوم وقبل دقائق من وقوع الجريمة، وثقت لحظات تجمع القتلة حول ساحة التغيير بصنعاء، وثمنا لمثل هذه اللقطات دفع كثيرون حياتهم. وفي جمعة الكرامة سقط العديد من الشهود، لكن الصور التي تمكنوا من التقاطها بقيت دليلا على جريمة لا تزال تبحث عن عدالة وعن محكمة تتولى الفصل فيها. تجمع القتلة في الشوارع القريبة من ساحة التغيير، وهناك تم توثيق لحظات استعدادهم لعمليات القنص التي أودت بحياة العشرات من المتظاهرين السلميين. وكان بين من استشهدوا برصاص قناصة قوات المخلوع صالح عدد ممن حملوا الكاميرا وحفظوا لحظة لم يتمكن القتلة من محوها فيما بعد. روت الصور لحظات الموت وبينت أماكن ومناطق تمركز القتلة، كما خلدت واحدة من أهم الأيام التي كتبها اليمنيون بدمائهم. وكان جمال الشرعبي هو الصحفي الوحيد الذي سقط أثناء توثيق تلك اللحظة، لكن غيره ممن حملوا كاميرا تليفوناتهم وأخذوا يحاولون تثبيت تلك اللحظة وإيقاف الزمن عندها لم يكونوا محترفي تصوير، ورحلوا وهم يحملونها ويحلمون بما يجعلهم أفضل لأجل هذه اللقطات، ولأنهم أرادوا حفظ حياة الآخرين قدموا حياتهم في لحظة خرجت منها مئات اللحظات وآلاف الصور.